أصدرت وزارة المالية العراقية بياناً تكشف فيه حقيقة تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024 وحقيقة أنباء الزيادة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ذكرت أن هنالك زيادة تصل إلى 100,000 دينار. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر 2024، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للسؤال عن ما إذا كان سيتكرر الأمر هذا الشهر أيضاً. حددت وزارة المالية العراقية الأول من كل شهر ميلادي ليكون موعداً لصرف رواتب المتقاعدين، وأوضحت الوزارة الحالة التي يتم فيها تغيير هذا اليوم. فإذا تزامن اليوم الأول من الشهر الميلادي المخصص لصرف رواتب المتقاعدين مع اليوم الأول للعطلة الأسبوعية وهو يوم الجمعة، يتم تقديم موعد صرف الرواتب ليوم واحد لتصبح في آخر يوم من الشهر الذي يسبقه، وهو الأمر الذي حدث مع رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر 2024 في العراق، حيث تزامن يوم 1 نوفمبر مع يوم الجمعة، فتم تقديم موعد الصرف ليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024. كما أوضحت الوزارة أنه في حالة تزامن موعد صرف رواتب المتقاعدين مع اليوم الثاني من أيام العطلة الأسبوعية وهو يوم السبت، فإنه يتم ترحيل موعد الصرف إلى يوم الثاني من الشهر الميلادي ليوافق يوم الأحد وهو بداية الأسبوع لدى البنوك. وأكدت وزارة المالية العراقية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024 سوف يكون في موعده يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، لأن اليوم الأول من الشهر المقبل هو يوم عمل رسمي وليس عطلة أسبوعية حتى يتم تغيير موعد الصرف. ما حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في ديسمبر 2024؟ نفت مصادر من وزارة المالية في العراق صدور أي قرار رسمي حتى الآن عن صرف زيادة في رواتب المتقاعدين في شهر ديسمبر عام 2024.